مرحبا بكل اللي بتابعونا عبر قناة الشروق الفضائية، وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة يا اخواننا من ولاية نهر النيل، في ولاية نهر النيل من محلية ابو حمد، وفي محلية ابو حمد من وحدة الشريك الادارية. ونحن سعيدين يا اخواننا نكون في مدينة الشريك. والشريك دي وين ويسمى ليه الشريك؟ الكلام ده كله حنعرفه من خلال الحلقة. هي تقريبا من بربر حكاية بتاعت 104 كيلو وانت ماشي على ابو حمد، ومنها هي لابو حمد 90 كيلو، دي المسافة بتاعتها. الشريك انا كنت بتونس مع ناس، قلت له الشريك دي الاسم جاي من وين؟ قالوا لي هي بالغرب هناك في منطقة اسمها دبكة، بيقولوا شريك دبكة او شريك دبكة يعني بيشترك، ولانه الخواجات ما بيكتبوا الغاف غاف بيكتبوها كاف، بقت شريك يعني زي الشريك. والكلام ده كله حنعرفه من خلال دخولنا جوا المدينة، ولما نلاقي هنا ناس الشريك ونتونس معهم ونعرف مشاهيرهم منو قدموا منو في مجال السياسة، الفن، الثقافة، الأدب، كل الكلام ده حنشوفه من خلال الحلقة. الدعوة لينا وليكم ندخل الشريك نشوف حلقتنا الليلة أولى محطاتنا ونتابع مع بعض. حبيت اتواصل محطات معاكم من مدينة الشريك محلية ابو حمد، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، اتواصل محطاتنا معاكم، سعيدين نكون داخل مدينة الشريك. وزي ما قلنا وعرفنا الناس بالمدينة دي، والحمد لله يعني الاستقبال شايفة عينكم والحفاوة شايفة عينكم، احنا ما بنتكلم الكاميرا اللي بتتكلم، ونحن سعيدين نلاقي اهلنا في الشريك. وزي ما هم مشتاقين لنا والله نحن مشتاقين لهم، بنزعل سؤال العارف الاجابة يحتفظ بها لما الدور يجي عنده يورينا الاجابة. وقبل ما نزل البلد دي يا اخوانا زي ما قلت لكم الطرفة والزرافة بتنفسوها زي الهواء ده، ما حاجة بيصطنعوها كلامه سايكة دي، انت لو ركزت فيه بتطلع منه بحاجة. انا والله لسه ما شاء الله جبت لي شوالات فاضية وبشيل وبملى منين. اول شيء عمنا نتعرف عليك منه. عمك اخوك في الله حسين محمد دفع الله اسماعيل. لا عمك ولا اخوك، ركز معي. والله اخوك وعمك الاثنين. لا ما كان فوقك عرسة تانية اخوك ما في عاوي، لكن عرسة تاني. فوق عرسة تانية الله يا اخوي كمان استغير. اخوي استغير الله يوفقك يا عمي. بعدين انت كلام العرسة ده انا ما بتمنى الناس تقولوا، لانه التلفزيون بيظهر في البيت بيشوفوه. ولا مال يمينك؟ لا مال يميني تبع الحمد ما في كلام. ايوه ما في كلام تبع الحمد لله. تخش الكبابي بتهزم طوالي. نحن نشكركم والله، ونشكر اخونا محمد موسى واخونا امير لزيارتهم لمدينتنا الشريك ان شاء الله، ودي بادرة خير ان شاء الله طالما انه الاعلام بقى يجينا، ما داين نقول الفتران في اخر المراح يعني. ونحن والله بعد الشكر لله سبحانه وتعالى نشكركم، وداري اعمل لكم كدي قصيده شويه كده. ناس احنا ذاتنا بدل الشروق مرت من هنا نقول الشريك مرت من هنا. الشريك ذاته زي الشروق يعني الاسم قريب من بعض. نسمع القصيده. قال له قطر المشترك مضول في التقرير، وما بقيت في الشريك لازم يواصل السير، في كرقس تمام جابك بدون تاخير، وقدم الخير الليله قالوا طل الكير. قال له يا فلويت خيول كرر التتاتي ربيعه، ما عنا في كل جام صدرك علاه طبيعه، القانون تسيبيه وتحكم الشريعه. قال له الوات اصبحت والفقراء قاموا يصلوا، والسادر استدروا اهل الخدار الدلو، البت مرشوم جا الشاي لقرينا التلو، انا روحي الشحتة فتريقي البحر ما بلو. قال له اكتب يا فقير ما تقول مريضك طاب، وما شفت الجبير رد السلام بالباب، عقلك اشتغل وقلمك مليت تراب. يا السلام. انا ما قلت لكم عمك كنا فيه عرسه والله، اصله قلمه مليت تراب والبشت نحاصه. طيب وبرضه هنا في دبعتك، ده قال دبعتك انت في كتبات. ايوه هنا في بربر غشينا على اسمه اخونا محمود حسن مليح، ومره طيبه جدا جدا، كل واحد رحمه الله عليه كل واحد دور ريالين. مشينا المولد الراجل اللي قاعد بطريقته يا رياله ده عشانا نص صلبك ونص صح، القطر خش ركبنا هو مثل مجموعه مسلسل بكم اللي قال جايه مره طيبه خلاص عامله وراسه بيتمر وقت بيتمر انت تقول لكم ما ذقتوها طبعا. انا مجلة قلت انا مجنون قاعد مسكين يا اخوان. هيا اقول لك بالشكوى حسب عارف الشكوى اما يطلع لي قام شنو طلعت الشكوى كل واحد 6 ريال ده طيب في اللاتي. قال لي امسك اللي قلت له لا اصلا كنت امسك اللاتي بلا اللاتي بلا انا ذن هيني قلت ان هو ضعنا كان الله وجيب لنا قال لي تيممهم يعني. بعد وصلتوا؟ بعد وصلنا كشفت روحي. ايوه انا كنت بدين بمشيلهم
وامشي على الطيب في الشركه العربيه مع واحد قريبي اسمه خلف الله محمد. قام رجعنا للزول ده، رجعنا للزول ده، ارجعنا الشيخ الجالي طبعا رحمه الله عليه حي، زعل قال الجماعه ديال يدوهم مكاويات. فيكم انت عارف المكاويه شنو يا اخواننا؟ المكاويه القيد يا اخوانا صعب جدا جدا. شفت القيد صعب جدا جدا، القيد فيه شعبه زي ده بيقوموا يدعوك كده يحطوا لك القيد. هاي جاي مولانا، شفت هذا القيد؟ القيد بيعملوا لك هنا بيجيب واحد يعني زي شمبرو اللي الهواء كويس واللي الزيت بطال، يمسك مرزبه واحد يشيل السبحه. عندك سبحه يا شيخنا؟ عندك سبحه؟ ما في سبحه. واحد يشيل السبحه، يجيب السبحه، واحد يشيل السبحه. شفت ذاك مسك المرزبه بيقول واحد اثنين معاه ثلاث، انجل التكسير ذاك كده بط قفل القيد. واحد ثاني لا زال مسك، واحد اثنين ثلاثه لب قفل القيد. يقولوا قوم ايش؟ تسليكه بتاع الخواجه بيرت، هاي ماشي لكن شيء بيتعود ده ماشي. يعني ماذا شنو؟ ماذا يا طرف الزمان تراث الرباطات يا اخوان؟ ده ماشيك مع القيد. خشينا ده بدا من تبارك وانا بديت من عمه، مشينا كويس. تاني غيرنا راينا، شردنا. تعرف الدور محمد ودانا وين؟ جيت محمد ودانا ده اللي قضاري بيقولنا محمد عز الدين، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم ارحمه واغفر له، ان شاء الله من سكان الجبل، من سكان الجنه. لا اقول لك الجنة. طيب احنا يا اخوانا نزعل السؤال للناس كلهم. طيب سؤالنا يا اخوانا، قلنا منطقة الشريق او مدينة الشريق اشتهرت بانتاج مادة معينة، المادة دي بيستخدموها في الصناعة بتاعت العوازل وكده، وكانت موضوع للمنطقة كله، يعني النسوان يطلعوها ويصنعوها ويقطعوها والناس يبيعوها لحد الزمن اللي علينا ده. اشتهرت بها المنطقة دي، منطقة الشريق دي. عارفة دي شنو المادة دي؟ نعم دي المايكة. المايكة دي شنو؟ المايكة دي هي عازل للكهرباء بتستغرق من الجبال. أول حاجة بيكون في كومبريشن، بيكون في دلاميت، بيقوموا يعملوا الكبسولات دي ويطلعوها، ونحن ذاته اشتغلنا فيها. بنيجي نقطعها كان بالمقص، وبيجوا في الآونة الأخيرة جو الهنود قالوا المقص ده بعمل هواء، بيجوا يعملوها بالسكين ويعملوها كده في صناديق ويصنعوها ويودوها الخارج. هسه على الجبال في لك المايكة الآن وقفت، في سكارتو المايكة فيها نمرة واحد، فيها نمرة، فيها 1 2 3 4 لحد 6، وبعدين فيها ثاني المايكة دي فيها سكارتو حسي موجوده لكن ما واقفه، يعني المصانع واقفه. كان في خواجات واحد اسمه سيتون، واحد اسمه دافكتور. سيتون ده كان مدير الشركه بتاعت العقد، واحد اسمه دافكتور. دير الاثنين كان بيجوا هنا في حته اسمها جبال البوم، وعندهم مطار كان بيجوا فيه. لما انتوا جو الهنود، واحد اسمه كوتي، واحد اسمه بيسواس. كوتي بيسواس دير الاثنين كانوا شغالين وكانوا قاعدين معانا، حتى علمناهم ده ان ندخلوا الاسلام. جه صلوا معانا العيد، قالوا واحد يقول شنو؟ قلنا له كل عام وانتم بخير. بقوا يقولوا كل عام وانتم بخير، واكلوا معانا القراصه. ما شاء الله تبارك. طيب نتعرف عليك. طه احمد خليل. طه مرحب بك. ميكانيكي؟ نعم. ما شاء الله. سيارات كهرباء ولا مكنه؟ لا لا عربات. عربات ما كهرباء؟ لا لا ميكانيك. طيب ساكن في اتو حي في الشريف؟ هنا في حي السوق. حي السوق. الماده دي اسمها شنو بيستخلص؟ مايكه. المايك. طيب نتعرف عليك. الاسم منو؟ ما بعرف اي حاجه عن كلامك ده. لا اسمك منو؟ اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن بشير. عبد الرحمن بشير. ساكن يا اتو حي؟ ساكن حي السوق. طيب الماده اللي بيطلعوها من الجبال دي عارف اسمها شنو؟ والله ما بعرفها دي. ما هي عارفها. عبد الرحمن نتعرف عليك. مبارك الهوط خليفه. مبارك. ساكن وين؟ ساكن الزومه. الماده دي اسمها شنو؟ المايكة. المايكة. أتعرف عليك؟ منعم مرغني. الاسم منو؟ منعم مرغني. مرحبا عبد المنعم. ساكن وين؟ الشريك. المادة اسمها شنو؟ ما أعرف. ما أعرف. أتعرف عليك؟ إبراهيم محجوب. مرحبا إبراهيم. المادة اسمها شنو؟ مايكة. مايك. نتعرف عليك؟ الزبير محمد عثمان. مرحبا الزبير. ساكن يا تحي؟ ساكن في الطرفاية. المادة اسمها شنو؟ اسمها المايكة. اسمها المايكة. ناخذ إجابة منك التوفيق. أتعرف عليك؟ مجاهد عثمان. مرحبا بك. ساكن يا تحي؟ ساكن هنا حي السوق. الماده اللي بيستخلصوها من الجبال دي اسمها شنو؟ المايكه. المايكه. نتعرف عليه. عمك عثمان الجعلي احمد. مرحبا حبابه. عثمان ساكن يا تحي؟ ساكن حي البريراب. البريراب. الماده اللي استخلصوها من الجبال اشتهرت بها منطقه الشريك دي شنو؟ المايكه. المايكه. نتعرف عليه. محمد عثمان خليفه. محمد عثمان مرحبا بك. الماده اللي اشتهرت بها الشريك دي واستخلصوها من الجبال اسمها شنو؟ المايكه. مايك. هنا في ناس بس ماسكين اجابه، واحنا نتعرف عليك. المايك لكن خدوها قدام الناس دي للاجابه. انت منو؟ الطيب الخليفه زيدان. مرحب بك. ساكن يا تحي؟ ساكن امك يا طيب. نتمنى لك التوفيق كمان برضه. نتعرف عليك. انور الرجالي. مرحبا انور. ساكن وين؟ ساكن الشريك. شريك. الماده دي اسمها شنو؟ المايك. المايك. نتعرف عليك. طارق الياس مختار. طارق مرحب بك. ساكن وين؟ الطرفايه.
المادة دي اسمها شنو؟ المايكة. المايكة نضرب عليه؟ عثمان علي الطاهر. حبيك المادة دي شنو؟ المايك. المايك نضرب عليه؟ بكر الكنين. مرحب بك، ساكن يا تحي؟ قرية الرحمن بشغل. قرية الرحمن، المادة اللي استخلصوها من الجوال دي اسمها شنو؟ المايكة. المايكة نضرب عليه؟ حيدر آدم دول البيت. حيدر مرحب بك، المادة دي اسمها شنو؟ المايكة. المايك ناخذ اجابه مملكه التوكي. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من مدينه الشريك محليه ابو حمد، وسعيدنا جدا يا اخواننا بأهلنا في الشريك اللي قابلونا بالحفاوه والطرحاف. سالناهم اشتهروا بشيء معروف به المنطقه، وذاتوا برنامج يعني ماده بيستخلصوها من الجبال، قالوا بيساعد في صناعه العوازل الكهربائيه. وزي ما قال عمنا هي ذاتها انواع، فيها نمره 1 ونمره 2 ونمره 3 ونمره 4 لنمره 6، وهم اشتغلوا فيها كلهم، يعني النسوان والرجال كلهم بيشتغلوا فيها، وبعد ما يجيبوها يقطعوها بطريقه معينه وبيصنعوها بصوره معينه وبيصدروها، بعد ذاك بيشتغلوا منها العوازل الكهربائيه. وانت منو؟ انا حسين محمد دفع الله يسمح لي لقب ابو صحون. ابو صحون. ابو صحون ده اول زوج قال اجابه صح، نصفق له صفقه حاره يا اخوانا. مبروك عليك الجائزة مقدمة من قناة الشروق، نمشي العربية. عمنا حسين الفائز معنا في محطتنا دي، سألنا عن المادة اللي بتستخلص من الجبال وبتساعد في صناعة المواد العازلة اللي اشتهرت بها منطقة الشريق، وقلنا اسمها المايكة. أول زوج قال إجابة صح عمنا حسين، وفائز مع عمنا حسين قال لقبه أبو صحون، والجماعة يقولوا أنتوا صحون، ما في صحون، نحن بندي جوائز عديل. فاز معانا بستة قمش مقدمة من قناة الشروق. أيوة الصحن عندك، الكوفشة مننا خلاص خير هذول، ما في حويتهم ان شاء الله. ها بشير بالخير، ان شاء الله ربي يديهم ولح. ها ان شاء الله ربي يديهم ولح. فاز معانا بفرن كهربائي مقدم من غنايه الشرق، صفقه حاره يا ولد. اي مبروك مبروك، الله ينفع ارفع بوك صفقه يا ولد. مرحبا بتواصل محطات معاكم في حلقتنا الليله من مدينه الشريك محليه ابو حمد، محطه جديده وسؤال جديد، نحن داخل سوق الشريك، نتابع مع بعض. مرحبا بتواصل محطات معاكم، نحن سعيدين نكون داخل مدينه الشريك وفي ضيافه اهلنا ناس الشريك، ونحن داخل السوق والحفاوه، والسوق ملامحه ظاهره، جنبك جزار، جنبك بتاع فرن، جنبك ميكانيكي، ده لبس الشغل، من اللبس انت بتعرف الناس اللي قاعدين في السوق يا اخوانا. وطبعا ببشاشه اهلنا ناس ابو حمد والمحليه هنا وناس الشريك قابلونا بالحفاوه، وانا بسال سؤال بديكم الاجابه. اول شيء معي جزارين، ده جزار هنا وده جزار، اي وطالما انا في قال لي واحد ورا بني افطاطين، والناس زي الناس بتاع تشبيه. انا بتذكر مره في منطقه بيطبحوا مثلا عتود عتود، لما يكمل يطبحوا اللي بعده، اول ما يطبحوا بقسموه عليه خمسه سته، يزول بيمسك له جزء او زي نص كيلو، بعد تتمله نص كيلو الباقي شيله، ان ما تميته ما بيجي. فاليد دي مارقينها من الضلع ديل، مارقينها براها، يد هنا ويد هنا، اي زول ماسك له يد. جا فوقهم واحد من الناس كونديل، قال لهم اخواننا فيكوا الكمنجات دي خلوه يزنوا لنا معاهم. والله خلوه في جت نفاته. ثاني زول بحبيش ما في، الكمنجات دي ماسكين كده، نحن ما دارين نوزن معاكم. فدي الناس تشبيههم سريع. فطيب دي لغات الجزارين، نتعرف عليك منو؟ الرحمن الحاج طيفوري. مرحب بيك، شغال شنو، عجالي ولا ضان ولا؟ كله. كله. كموني ولا لحم؟ كله. كله. طيب ال 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 الضبيح كون يومي ولا بالاسبوع؟ والله انا شغال يومي. شغال يومي. السوق عادة بيطبخ يومي؟ لا الخميس والحد. الخميس؟ والحد. والحد. الشرموط براه والعظم براه. تمام. طيب انت وانت جزار ما حصلت لك طرايف مع الناس زباين؟ جدا. زي شنو؟ كان في مرة كان في مرة عندها عتود. طيب. قلت لها ب 30,000. قالت لي عليك الله تمو لين 25. اشتريته بكم؟ ب 30 انا قلت لها. قالت لي يا جاد اخوي سووا لي ب 25. طيب انت منو؟ السير محمد الخير، محمد احمد. السير مرحبا بك، ها التخصص شنو؟ التخصص جزار. جزار هاي كله بس زي دي، ضان وبقر؟ ضان وبقر وجمل وكله. ممتاز. طيب طرايف كثيره بتحصل للجزارين. منها شنو تتذكر؟ والله يا اخي اقول لك شنو، يعني بصدف زول يجيك
وتدوا الحته دي ويقول لك دي جبت علي من وين والله دي كيف الناس بتقول له يا اخي الشيء انا ما جايبه من البحر الشيء من رفيقتها دي ذاتها من رفيقتها من ناهي ذاتها اي اشتغلت لك كم سنه جزار؟ كثير انا من ابوي جزار من ورثه ايوه ورثه البهيمه هسه رفعتها تعرفها كم كيلو جدا التور اعرفه والله والله ما شاء الله طبعا تطبخ براك ايوه لا لا عندنا طباحين هنا بيطبخونا و... انت براك ممكن تطبخ ممكن التور الهايج بيطبخوه نطبح ابوه والله ما دام ورثه بتكونوا طبحتوا ابوه وطبحتوا جده وطبحتوهم كلهم طيب انا داير اقول حاجه ذكرتني التور الهايج دي طبحته قالوا سكال واحد وزول معروف بالفراسه زول مانع لكن التور تور صعب ايوه النوع اللي بيجيب ضربه فوق راسه ذاك من فوق وقام جاري النسوان هذول قرب نضحك واحد قالوا ضحكت بنات عمك فوقك قال له ما خير ما يبقى فوقي طيب احنا سؤالنا يا اخواننا البلد بلد ما شاء الله بلد رياضه ونسبه الشباب فيها كثيره يعني احنا دايرين يعني تذكروا لنا ثلاثه يعني او اللي بتقدروا عليه ثلاثه من اللاعبين من المنطقه دي منطقة الشريق والريف الشريق والشريق ذاته من الوحدة الإدارية دي كلها بتاعت الشريق لعبوا في الخرطوم في مستقرين ولا ساكنين برا من هنا لا لا برا هم أصلا من المنطقة دي لكن لعبوا اي بتعرف منو معرف مصطفى النجر والفاتح النجر والليسيد في برسودان برسودان حي العرب حي العرب طيب وانت تعرف فعلا اول مصطفى النجر والفاتح النجر والليسيد الثلاثة ديل من المنطقة دي واحد من قنديسي اللي سيد ده تاني ما بتعرف أي لاعب وديل من نرتل أي لاعب بتعرفه أعرف تاني منو من المنطقة برضه من المنطقة لا النجر ما ذكرناه هنا ده يا أخي من الزويرة منو خالد شريف برضه كان بيلعب في برسان في حي العرب حي العرب طيب نتعرف عليك محمد أحمد يعني الأسد أنا ذاته اللي سيد ده مسمى علينا مسمى عليك ولا أنت مسمى عليك لا هو طبعا عمنا الكبير نعم. نحن مسمين عليه اللي سيد الكوره ده مسمى علي عمه مسمى علي عمه طيب منو من اللعيبه اللي لعبوا طبعا اللي سيد والفاتح النجر ومصطفى وعبد الله شريك برضه كان لعب في التاكه طيب نتعرف عليك محمد البشير احمد فرح محمد اللعيبه اللي من المنطقه دي لعبوا في انديه الغيم كما ذكر الاخوه بالاضافه الى سفاري وعادل امين سفاري محمد علي الخدر سفاري وعادل امين ديل من ياتو منطقة من المنطقة زويرة ولا طيب ناخذ إجابة أما نتعرف عليك عين على الكاميرا إبراهيم محمد الخيث مرحب بك ساكن وين ساكن في أبو هاشم جوار الشريك ده أبو هاشم جوار الشريك لعيبة كبار من المنطقة دي لعبوا الأندية كبيرة ديل منهم أول فاتح النجر ده ونسيبنا ذاته نسيبنا ماخذ بنت أخوه ما شاء الله ومصطفى النجر أخوه مصطفى النجر هاي واللي سيد ده طبعا هو من الشريك من هنا لكن في برسودان وزي ما قال لك اخونا ده سفاري سفاري طبعا من البلد من البلد دي لكن من البوق محمد علي سفاري نعم بس طيب ناخذ اجابه اتمنىك تعرف عليه عبد الرحيم العوض محمد عبد الرحيم ساكن وين؟ الشريك الشريك من اللعيبه الكبار من ابناء المنطقه منو؟ مصطفى النجر الفاتح النجر اللي سيدي سيد نتعرف عليه محمود المامون محمد من وين؟ من الشريك شريك لعيبه منو من اللعيبه الكبار من ابناء المنطقه؟ مصطفى النجر والفاتح النجر واللي سيد واللي سيد نتعرف عليه امين الياس مختار ساكن وين؟ الشريك الشريك اللعيبه منو بتعرفهم الكبار من المنطقه؟ الفاتح النجر مصطفى النجر واللي سيد واحد سيد نتعرف عليه محمد عبد الله حاج نور مرحبا بك ساكن وين؟ ساكن الشريك الشريك اللعيبه المعروفين الكبار منه محمد مصطفى اللسيد ومحمد مصطفى اللسيد والفاتح النجر ومصطفى النجر وعادل امين وفي محمد علي السفاري ده من الجول طيب ناخذ اجاب تعرف عليك صلاح عبد الكريم الصبي الجزيره مرو الفاتح النجر ومصطفى النجر ومحمد علي السفاري تعرف عليك زين عبد الدين عبد المتعال الغالي من وين انا من الشريك الشريك الدارين تذكر لنا ثلاثة من اللاعبين الكبار من أبناء المنطقة مصطفى أحمد النجر الفاتح أحمد النجر واللي سيد واللي سيد نتعرف عليك مبارك أحمد بشير مرحب بك ساكن وين؟ ساكن الزومة الزومة طيب ثلاثة من اللاعبين الكبار لعبوا من المنطقة دي والله مصطفى أحمد النجر والهادي أحمد النجر واللي سيد نتعرف عليك عبد الباسط علي سلام محمد عبد الباسط
ثلاثة من اللاعبين الكبار من أبناء المنطقة لعبوا للغمة. مصطفى السيد ومحمد أحمد وعلي السيد. نتعرف عليك. محمد الدين التجاني إبراهيم الشريك. شريك، ثلاثة من اللاعبين الكبار من أبناء المنطقة دي. مصطفى النجر، فاتح النجر والسيد. نتعرف عليك. عبد المواطن بشر الجامع. ساكن وين؟ الشريك. الشريك، ثلاثة من اللاعبين الكبار من أبناء المنطقة دي. الفاتح ومصطفى والدحيش وبيقولوا لي لسيد. لسيد ضرب عليه. والله انا ما رياضي يا استاذ. اسمك منو؟ محمد ميد محمد ياسين. من وين؟ من الشريك. طيب ثلاثه من اللاعبين وانت قايل لي الرياضي؟ ما رياضيين احنا، ممكن اقول لك انا ذاته لاعب. لاعب. ما رياضيين احنا. ما رياضيين. شغال وين انت؟ شغال في الشريك هنا ده. شغال شنو؟ شغال ذهابي. ذهابي اذكر ثلاثه من الذهابين. والله اللي نصه ما خليه. والله قلنا رياضه قال ما رياضه ده. كل هذا هابا. قول ثلاث. عبد الغفار. عبد الغفار سمبو سامير مبارك احمد الخير. وماهر محمد المصطفى. نتعرف عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الهادي جاي الحويج. من وين؟ شريك. الشريك ثلاثه من اللاعبين الكبار من ابناء المنطقه. اللي سيد وعادل امين ومصطفى النجر. مصطفى النجر نتعرف عليك. ياسر احمد الحي صغير. ثلاثة من المنطقة دي اللاعبين كبار. الفاتح ومصطفى النجر والدحيش. الدحيش نتعرف عليه. محمد حسن عثمان. ثلاثة من اللاعبين الكبار من المنطقة. الفاتح وعبد الله شريق والدحيش. والدحيش. طيب سعيدين في المحطة دي يا اخوان، هي محطة رياضية من داخل سوق مدينة الشريق. سألنا عن لاعبين كبار من ابناء المنطقة يا اخواننا، قلنا منو؟ ذكروا العديد من اللاعبين، هم قالوا مصطفى النجر والفاتح النجر قبله يعني، وعادل امين، محمد علي سفاري، واللي سيد، كلهم من ابناء هذه المنطقه اسروا الساحه الرياضيه السودانيه بابداعاتهم ومتعوا الجمهور السوداني الرياضي. نحن سعيدين وبنقول شكرا للشريك اللي خرجت كل الناس ديل، وشكرا للمناطق دي اللي طلعت مبدعين زي ديل يمتعوا السودان كله. واخونا فتح الرحمن اول زوج قال اجابه الصح كسب معانا جائزه مقدمه من قناه شروق، صفقه حاره لفتح الرحمن. رحلة عربية. مرحبا بكم، سعيدين يكون فايز معانا اخونا فتح الرحمن، وهو جزار يا اخوانا بالمنطقه ودمنا بصوته. محمد العقيل علي عمر. محمد العقيل علي عمر. ارفع الصوت. محمد العقيل علي عمر. ما الصوت اللي في خشمك، الصوت اللي في يدك. ايوه محمد. قلت لك ارفع الصوت اللي في يدك. ايوه اصبر قربان. اقول له ارفع الصوت يقول لي محمد العبيد. ارفع الصوت اللي في يدك محمد. ما صوتك اللي هني فيه. وده شنو؟ قربان ده. قربان. ده صاحبك. ايوه ده السبابي. يعني شو سبابي؟ بيجيب من البهايم بنشتري منه ونطبح. تطبحه؟ هاي مورد. ودي قروش اللي بيجيب؟ والله يا اخي تحت تاتيلي. قال لي ده زولي، وقال له القروش اللي بيجيب اقدر لاتينا. دار يورينا الامكانيات. طيب احنا بنبارك لك جائزه مقدمه من قناه الشروق، اخونا فتح الرحمن جزار في مدينه الشريك فاز معانا بكيلو سنكيت مقدم من قناه الشروق. صفقوا له صفقه حاره يا اخوانا. وزول كده داري ياكل معاك اللي يجيب الليمون والشط يجيك به. فاز معانا بمروحه مقدمه من قناه شروق، صفي كل صفقه حاره يا اخوانا. مبروك عليك. هيا صفي كل يا اخوانا صفقه حاره. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من مدينه الشريق، ونحن في حي بانت، واحد من الاحياء العريقه في مدينه الشريق، محطه جديده وسؤال جديد نتابع معكم. بناتنا واخواتنا في الشريك، وسعيدين نكون في حيبانه، واخواتنا في حيبانه وبناتنا اللي قابلنا بالدلوكه والترحاب والحفاوه، ودي عاده تهنى في محليه ابو حمد وفي الوحده الاداريه في منطقه الشريك هنا وما جاوره، ناس كرم وناس بشاشه. والمره في الشريك يا اخواننا برضو الرد السريع ما خلت منه، والتشبيه ما خلا منه. انا كنت فاكر الرجال هنا اللي بيشبهوا وبيقولوا الكلام السريع، لكن نسوان قال البارح نحن شغالين، واحدة جاري قالت لهم وينو نشوفه؟ قالوا لها نزلوا منا العربية نظم ورفعوه في العربية وفاتوا. قالت لهم هو معلومات مثل الكلب البوليسي، ينزلوا محل الجريمة تنتهي الجريمة يرفعوه في العربية. فدي الناس الرواطاب يعني ردهم سريع يا اخوانه بيدوك لي في محله.
نحن بنزعل سؤال، المنطقة دي خرجت العديد من المبدعين في كل المجالات، في الشعر وفي التلحين، الموسيقى والشعر والدراما، الثلاث حياتي دي ركزوا معاي فين، موسيقى وشعر ودراما. المنطقة دي منطقة الشريك خرجت عمالقة وعباغرة. أنا دايركم تذكرون لي الثلاثة، يعني تقول لي فلان ده شاعر طلعته المنطقة دي، وفلان ده موسيقي أو ملحن، وفلان ده درامي ممثل. لو قلت اثنين أنا بقبل الإجابة في الثلاثة. نبدأ بك، أنت منو؟ كوثر النعيم. كوثر النعيم. كوثر النعيم، عارفة منو؟ درامي ولا ممثل؟ عينه هل بينزلوا يا اخوانا ما يمش، لانه اذا ما لقينا اجابه بنبدا الخيارات من اول زول سالناه برضه يكون موجود. درامي ولا موسيقي ولا شاعر من المنطقه دي؟ منو؟ عارفه شاعر من المنطقه دي معروف؟ شاعر ولا موسيقي؟ ملحن ولا ممثل؟ طيب نتعرف عليك، بنجي لاي زول في محله؟ امان بسول. منو؟ امان بسول. مرحب بك. عارفه شاعر ولا موسيقي ملحن ولا درامي من المنطقة دي؟ لا والله. ترجي الخيارات نتعرف عليك. مشاعر محمد الحسن. مرحب بيك. من بانتين؟ اي. عارفة زول من الثلاثة ديل؟ والله شاعر كرم الله حسن الخضر منطقة ترتل. طيب. موسيقي عبد المالك موسى بلة. ممثل؟ ممثل لا. ما عارفة، نتعرف عليك. زينب محمد حسن. زينب مرحب بيكي. عارفة منو في الثلاثة دي؟ والله ما عارفة. ولا واحد؟ طيب نتعرف عليك. من المك. عارفة زول منهم الثلاثة؟ بس أحمد عمر الرباطاوي شاعر. أحمد عمر الرباطاوي ده موسيقي؟ موسيقي ده بدل الفنانين يعني. طيب ما شاء الله، تعرف عليه؟ إلهام إبراهيم مصطفى. إلهام، عارفة واحد من الثلاثة دي؟ أول حاجة الشاعر كرم الله حسن الخضر من أرتل. طيب. والفنان كمال عبد الله محمد البشر. والممثل؟ الممثل بس ما عرفته، تعرف عليه؟ بداد خرسان. مرحب بيك. منو من الثلاثة دي اللي بتعرف؟ والله كرم الله حسن الخضر شاعر. شاعر. أي ثاني ما عارفة حاجة. ثاني ما عارفة، نتعرف عليه. حاج العوض. عارفة منو من الثلاثة؟ ما ثلاثة يا توم. شاعر وملحن ودرامي من المنطقة، ممثل يعني. شاعر من المنطقة عبد الواحد محمد البشير. أها. وبزيد العوض شاعر. طيب ممثل عارفة؟ لا. ما عارفة، نتعرف عليه. زكية محجوب. ساكنة بانتين. أي. طيب. عارفه منو من الديل؟ يا ملحن يا شاعر يا ممثل؟ الله اعلم. ما عارفه. جنبوبه منو؟ ها؟ جنبوبه دي جنب الجيران. تعال جنب جنب. هي مالها فاضيه ولا شنو مشيتي منها؟ جاي قطع، جاي ملابس بالسوق. جاي دبلا معناها فاضي، عشان كيف عتتها؟ كمل، انا ما بتفوتها. انت منو؟ انا الهام الجعلي. الهام يعني طبعا يا اخواننا الناس عارفه الجوائز فيها بوتجاز، هذول قلنا جهز اللمبوبه واجي المسابقه. شوف الشاشه ما داير بوتجاز. هذا الشاشة في الشريك بتشتغل بالغاز ولا ايش؟ باقي لك دي باقي لك. طيب عارفة منو من السيرة الماحي؟ واحمد عمر الرباطاوي. طيب. فنان ممثل عارفة؟ ممثل لا ما عارف. تعال انت قدام حبة، تعرف عليك منو؟ اسلام مختار. مرحب بيكي. منو من الثلاثة دي اللي عرفتي؟ حسن احمد عمر الرباطاوي وحسن خليفة العضبراوي. حسن خليفة العضبراوي. ممثل عارفه منو؟ ممثل محمد حسن. محمد حسن. محمد حسن. طيب اخذنا اجابه. طيب سعيدين نتواصل معاكم من مدينه الشريك من حي بانت، وسالنا يا اخواننا قلنا درامي كبير من هذه المنطقه دمنه، وقلنا موسيقي او ملحن، وقلنا شاعر من ابناء المنطقه دي اسروا الساحه السودانيه بابداعاتهم. حقيقة يا اخوانا ما لقينا اجابة صح. انا حقوم اقول لكم حاجة، ديل الثلاثة الاوائل حنبدأ، انت بتجنك ثلاثة خيارات تختاري منين واحد، وانت بجنك خيارين بتختاري منين واحد، وانت بقى عليك الخيار الثالث اجباري لانه بكون انعزل من اثنين. انا حقوم اديكم الثلاثة المشهورين ديل في الدراما وفي الموسيقى وفي الشعر، بقوم بزعلكم بقول لكم الدرامي فيهم منو، انت تورنيت الثلاثة او الثلاثة. انا هقول لكم الثلاثة سوا، وهقول لكم الدرامي فيهم منو، انتوا تختاروا بعد ذاك. اللي وقع اجابه صحيحه بيكسب الجائزه. طيب من المشاهير الثلاثه ديل في مجال الموسيقى والدراما والشعر، محمد يوسف موسى، الاستاذ محمد يوسف موسى، الاستاذ عوض صديق، الاستاذ عبد اللطيف خضر والدلحاوي. الثلاثه ديل فيهم واحد درامي، الاستاذ محمد يوسف موسى والاستاذ عوض صديق والاستاذ عبد اللطيف خضر والدلحاوي. منو فيهم الدرامي؟
اجيب واحده ولا بيجي يكون الاختيار؟ الاستاذ عبد اللطيف خضر. عبد اللطيف خضر ود الحاوي، محمد يوسف موسى او الصديق. عبد اللطيف خضر محمد عبد اللطيف خضر ود الحاوي. طيب عبد اللطيف خضر ود الحاوي ده كان خياره انه ده الدرامي. عندك عوض صديق وعندك محمد يوسف موسى. محمد يوسف موسى. انت حق عليك عوض صديق ده اجباري ما ولا بتختاري. ايوه عوض صديق. كان قلتي ما ياهو ياهو. ياهو. بس. طيب يا اخواننا. احنا حنعرف الاجابه في الثلاثه ديل منو فيهم هو الدرامي. انا ابدا لكم بالشاعر. الشاعر هو الاستاذ الشاعر الكبير محمد يوسف موسى. هل قالت محمد يوسف موسى منو؟ انت مركتي برا لانه ده ما الدرامي ده الشاعر. انا قلت الدرامي في ديل منو؟ في الثلاثه ديل. طيب نجي باقي لنا واحد ملحن وواحد درامي. الملحن والمستيغي هو عبد اللطيف خضر ود الحاوي. نحييه وتحييه. هل قالت عبد اللطيف خضر منو؟ انت مرقت برا. الدرامي هو عوض صديق يا اخوان. الدرامي هو الاستاذ المبدع الغدير الراحل المقيم الممثل الغدير عوض صديق له الرحمه والمغفره. هو ممثل سوداني مشهور مثل العديد من الاعمال الدراميه والمسلسلات والافلام عبر تلفزيون السودان. انت منو؟ زينب محمد. صفقه لزينب حار يا اخوانا. زينب راح العربيه. سعيدين يا اخوانا في محطتنا. سؤالنا يكون عن مبدعين سودانيين من ابناء هذه المنطقه في مجال الشعر والدراما والتلحين والموسيقى. قلنا عبد اللطيف خضر ود الحاوي الملحن المعروف من ابناء هذه المنطقه. قلنا الشاعر الاستاذ محمد يوسف موسى من ابناء هذه المنطقه. وقلنا الراحل المقيم في الويتان دوما الاستاذ الدرامي الكبير المعروف عوض الصديق من هذه المنطقه. وقلنا زينب يا اخواننا فازت في المحطه دي وجائزتها يا اخواننا عباره عن بوتجاز مقدم من قناه شروق. صفقه لزينب يا اخواننا. مبروك لزينب. تغريدة ليها ها؟ مرحبا بكم، بنحييكم من منطقة الشريق ونحن سعيدين نتواصل معكم في حلقة من مدينة الشريق محلية أبو حمد. نحن في الصادقاب البريراب، ده حي اسمه الصادقاب البريراب، واحد من أحياء الشريق العريقة، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم. نحن في مدينة الشريق وفي الشريق نحن في حي الصادقاب البريراب. الصادقاب مش؟ البريراب، الصادقاب البريراب، ودي طبعا دائما الأسامي زي دي بتكون النسب على جد، جدهم الصادق وجدهم برير. سمونا الصادقاب البريراب. دي في السودان كله موجود الكلام ده. ونحن سعيدين بلمتنا الأسرية دي ونلاقيهم ونمر عليهم من هنا. وهم زي ما بقولوا نحن فرحانين بينهم، والله نحن فرحانين بينهم قدرهم ثلاث مرات. أي والله العظيم. وطبعا لفت انتباهي قبل ما جيت بنتنا دي، هاي شهد دي. السلام عليكم شهد. ازيك تعالي هنا قبلي كده شو اسمك منو انت؟ اسمي شهد. شهد. شهد انت لما لقيتيني هناك قلت لي شنو؟ قلت لي نحن انتوا فرحانين ولا ما فرحانين اجي؟ فرحانين. نزل يدي. فرحانين شديد ولا حبه؟ شديد. شديد؟ امم. جنبي ده لما قال لك ذاته مجنون قلت له شنو؟ قلت له مجنون قبلاني. قلت له مجنون قبلاني. طيب سمال بريراب منو؟ انت قلت لي شنو؟ قلت لي من شنو؟ قلت لك من خليقنا نحن جينا سمعنا بالبريرة. من شنو؟ من خليقنا. اها. سمعنا بالبريرة. سمعتوا بالبريرة. ما شاء الله. وانت بتبيعي شنو يا شهد؟ والله قلت لك. اسكري. ها؟ اسكري. عليك النبي عيل عندها سمح كيفين؟ ما اسكريم، اسكري. اسكري. والله العظيم. والله لما بتقول لي فوق اسكري انا زي اللي حسته بخشمي كده. اسكري. اذكري انا عيني دي في الاجازه بتشتغلي صح؟ طلعي مصاريفي. طيب وبتعمل شنو شنو في الايس كريم؟ انواعه شنو؟ مانجا وجواب وكركديه وعرضي. مانجا وجواب وكركديه وعرضي. اكثر شيء بلقطوه انك سريع شنو؟ مانجا. المانجا ليش شنو؟ لانه طاعم. طاعم بيشيلوها. طيب انا دايرك تشاركيني بغنية قبل قلت لي من الغنى اللي بتعرفيه. تعالي ها؟ غنية شنو اللي عارفها؟ بتسمع لي منو؟ خلينا البركه خلينا قولي شنو؟ بابا
برا ما شاء الله ما مقصر. اها بتسمعي لمنو من الفنانات؟ فهيم. فهيم تسمعيني غنية؟ خليها الوراقي خليها. ما هي بتقول معي. وين اسمها منو؟ ندى. ندى تعالي ندى يا اخوانا لحد ما يصلح عن طرحاتين يعني حيغنن لنا. ديلي اسمي سناي البريرا زي سناي العاصمة وكذا يعني دي سناي البريرا. شاهدي ومعاك او منو؟ ندى. شاهدي وندى. يلا الغنية اسمها شنو؟ داقوي. يلا يا اخوانا داري غنوا داقوي. دي حق الفنانة اسمها منو؟ فهيم عبد الله. فهيم عبد الله. تسمع الله. يلا اقول لك ليه ثلاثة ابدا. واحد اثنين ثلاثة. عالم تمبارس لي عدقوي ارجع لي عالم تمبارس لي عدقوي ارجع حليل الفر بالعصري عدقوي ميتين نتلاقى جيت لي عدقوي ونمر عبال وطل مروي غني الشوق تعزف لي عدقوي ارجع لي عالم تمبارس لي عدقوي تعال صدر خضرني عدقوي مع النسامها تكسرني عدقوي يميل فوق ويغر الطير ما يهمك كلام الغرني عدقوي يرجع لي عالم تمبارسي عدقوي أرح نمرح نشوق بيديها عدقوي شتال تريت نرويها عدقوي وهذه الدنيا شلم فيها نقضي يا ابنا يا دوجيها يا الدقوي تعال الصدر دوق خضرنا يا الدقوي مع النسامها بتكزرنا يا الدقوي يميل فوقي ويغر الطير ما يهمك كلام الغرنا يا الدقوي يا رجال عالم تم بارصة يا الدقوي يا رجال صفقة حارة لشهدي دي والله شاهدي فنانة والله شاهدي فنان وشاهدي مستقبله كبير والله ومعانا ده ما تمشي براها ما تمشي وكان ربنا جابنا الخرطوم يغنن طرحين علينا ده بدل يشاكل في طرح انا جهز لي طرحتين جداد وبعدين فاصل تغني شاهدي وانا اقول نكات وفاصل تغني وانا اقول نكات نتقاسم القروش اي وفي الفاصل ذات وامنق عساي انا اسكريم دندرم اللي مانجا وهي اللي تعردي الله يديك العافيه شادو ويحفظك ويخليك لاهلك ان شاء الله انت زوله طيبه وزوله يعني بشوشه مما علاقتنا والله انا الفت انتباهي رحبت بينا من برا قالت لي بركه جيتنا وبركه شفناك وبنشوفك في التلفزيون وكدي لقيت زوله بشوشه ودي يا اخواننا حالهن كلهم في محليه ابو حمد وذكر من الرباطات وهدي ذاته ما عرفته الا من الكبار الكبار هنا اللي علموها وعرفت ونحن زي ما قلنا الشدر الكبار في واستمخ حبوبتنا بهني وخالتنا مرحب بك اسمك منو؟ اسمي فاطمة بابيكي فاطمة مرحب بك ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله من البريراب هني؟ اي من البريراب اي دي بيت منو؟ دي بيت ولدي ده بيت ولدك دائما الحبوبة حنينة علي بيت الولد وبيت البيت اي اي والله اي والله كلامنا رباطاب قوي قلت شنو؟ كلامنا قلت لك قوي زي الرباطاب يعني ما هو كلام مننا اي والله كلام سمع طيب احنا بنسأل السؤال يا اخوانا سؤالنا ده ما عنده اجابه محدده احنا قلنا يا اخواننا منطقه الوحده الاداريه لمدينه الشريك دي الموجوده هنا او مدينه الشريك تحفها مجموعه من القرى والجزر كثيره احنا بنسألك نقول لك شنو اكثر زول بيقول عدد كثير ده يكون فايز وعندنا ناس من المحليه هنا من الوحده الاداريه بيتابعوا الكلام ده يعرفوه انت المناطق اللي حوالين الشريك شنو والله المناطق اللي حوالين الشريك دي يعني الحلال الحلال والجزر ابدا بالجزر هنا عندنا جزيره دبكه وعندنا محجير وعندنا التنسو والزومه والغرب وكجرات وانجري ورتل وبس والحلال شنو والحلال اللي هنا عندنا عندنا الحلال عندنا اول حاجه هنا الصادقه والبريرة ومش غادي هنا وكدي العماشي والفقره والجقارنة والخور والفكياء جاي حلي تنبص وبانت وبس ياهين طيب ياهين تعرف عليك الاسم منو؟ اسمي امنه محمد الحسن ها؟ امنه محمد الحسن امنه ساكنه يا تحي صادقاب الصادقاب من الجزر والمناطق اللي حواليك كنت تعرفي شنو؟
الصادقاب نعدي هنا الجزر أصير الجزر 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 الجزائر في هدبكة وحجير وقجرات السماء والغريب ثاني شنو يا ربي الجو دي ها والتنسو هذه بس بيجور بيروح لين هنا بحجير هو بالناشي 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 بالبنك اتعرف عليك منو؟ نفس الهادي مرحب بك الجزر والغرى اللي حوالين كونين شنو؟ يهن تلسو والزومة ومحجير والدبكة و يهن ما ينكت وكجرات طبعا ما كان مش ما كان نعرفه سمع عبيد سمع ايه سمع ساكت اها سمع ايه اها طيب في شنو يا ربي طيب دينا خذ الإجابة اتعرف عليك فاطمة أحمد علي حسن فاطمة مرحب بك من المناطق اللي حوالين كون شنو فاطمة؟ هنا بالشرق أول شيء الحلة دي حقتنا البريراء الصادقاب الفقرة الجقارنة العماشيب الطرفاية أبو حجار دي كلها حوالينا الجزر اللي حوالينكم شنو جنبكم؟ دبكة أم حجير كجرات الزومة التنسو الغرب أرتل خذين إجابة تعرف عليه؟ وجدان عطيت لك قاعد وجدان ساكنة وين؟ ساكنة هنا الشريك الشريك طيب الجزر الغرى والجزر اللي حوالين وحدة إدارية الشريك شنو؟ الجزر دبكة التنسو أنجري ومحجير كجرات سرنات الزومة أرتل هذه الجزر الغرى العماشيب الفقر الجقارن الخور عوش فرح بانة المعاشيب المحطة حلة فوق يا هاي المدارس فرنسي هاي المدارس والله واحدة بوراها قالت لي إذاعة بس ما فويتوا حاجة دي لا حول ولا نتعرف عليه إسلام مصطفى عثمان ساكنة وين؟ الشريق هنا يلا قول لنا من الجزر والغرى أنجري دبكة كجرات التنسو محجير الزومة سرنات أرتل أنجري دبكة طيب ناخذ إجابة هناك فين نشويرات نشويرات طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه أنا اسمي زينب عثمان عبد الماجد زينب من الجزر والغرى اللي حواليكم شنو؟ البانت المحطة العشش الجقارنة الفقرة الخور هنا الصدقاب البريراب الطرفاي طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك احتزار العالي مرحبا ما شاء الله مشاهد الله يحفظ لك ويخلى لك يا رب العالمين يا رب إن شاء الله طيب من الجزر والغرى اللي حواليكم شنو؟ الجزر والحية دبكة ومحجير كجرات الزومة التنسو سرنات الغرب الشريك هنا في في بانة العشش المحطة في البريراب الصادقاب الفقرة الجقارنة الخور العماشيب هي يا هو البريراب الصادقاب خالتنا منو؟ فاطمة بعليكر فاطمة وحبوبتنا أم الحسن أم الحسن دي أخوان حبوبتنا دي أم خالتنا فاطمة دي الجيلين أنا في نصين يعني أنا هسه كان سألوني أقول في نص جوز اللوز والله قاعد في نص جوز اللوز أي والله أهلنا العرب يقولوا شجر الكبار فيه واستبخوا ده الخير والبركة يا إخواننا ديل الخير والبركة ديل كما إن إحنا جينا ديل ربنا وتعبن فوقنا ولبسننا ومسحننا وكلننا وشربننا الله يدينا العافية فاطمة إنت صح؟ نحن سألنا قلنا الجزر والغرى الحوالين المنطقة دي الوحدة الإدارية للشريك شنو؟ وخالتنا فاطمة أكثر زول جاوب الإجابة الصح فازت معانا بجائزة صفقوا ليها والله أنا داري أوديك العربية تسلمي جائزة لكن ما داري تلتلك وأنا ذاتي مبطل هاي جيبوا لها جائزة خالتنا فاطمة يا إخواننا فازت معانا بتلفزيون مقدم من قناة الشروق التلفزيون صفقوا لها صفقة حار الصفقة دي من الجميع والبعزة اني زغرت لي وضعتك انا الله رسول وضعناك الله رسول الله يسلمك الله يسلمك وضعناك الله رسول وضعناكم الله رسول اخواننا
مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من مدينه الشريق. نحن داخل الوحده الاداريه مدينه الشريق، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم. نحن سعيدين بزيارتنا لعموم محليه ابو حمد، وسعيدين زيارتنا سعادتنا اكبر بزيارتنا لوحده اداريه مدينه الشريق، ونحن معاهنا في مدينه الشريق، ونحن داخل الوحده الاداريه برضو قلنا نديهم محطه ونسالهم، وسعيدين يا اخواننا الابداع يحفنا في كل اتجاه في كل جانب. معانا من هنا نتعرف عليه كمال عبد الله محمد. كمال مرحبا بك. كمال انت زول فنان معروف. نعم. بكرة اليوم خميس بيناتنا الميعاد، اسرع يا القطر تملي المراد، اسرع يا القطر تملي واسرع يا القطر تملي المراد. صفق لي صفقة حارة يا اخوانا، بنحيي وتحية كبيرة. طيب انا بزعل سؤال يا اخوانا، العارف الاجابة احتفظ بها وبنمر عليكم. قبل ما نزل السؤال، ان احنا قلنا داخل الوحدة الادارية لمدينة الشريق، ومعانا سيد مدير الوحدة الإدارية، بنحييك نتعرف عليك والمشاهد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سعد عبد الرحمن ميزوب. في البدء نرحب بكم في محلية أبو حمد وحدة. والله أنا ما بقاطعك، لكن ما قلت نرحب بكم ما تكون دي أبو حمد، لازم يكون الكلمة ذات اللكنة حقت البلد. أي الله يكرمك. نرحب بكم. نرحب بكم في الوحدة الإدارية الشريك. نرحب بقناة الشروق ببرنامج قناة برنامج الشروق مرت من هنا. الوحدة الإدارية الشريك طبعا وحدة مترامية الأطراف، وحدة بتبدأ جنوبا من منطقة ندي تنتهي في منطقة كرقس بالشرقة، أما بالغرب تبدأ من كرقس غرب تنتهي بزمامة جنوبا. نجدد ترحابكم في الوحدة الإدارية الشريك. طيب أنا ببدأ سؤالي وحنبدأ بأخواتنا ديل، لأنه النسوان وقفة الشمس دي عندي ما حبابة، زالوني أنا بعرفهم كويس، ما بيريدن وقفة الشمس. سؤالنا يا أخواننا، أول طيار سوداني كان من هذه المنطقة، والكلام ده كان 1945، منو أول طيار سوداني؟ نحن بمر عليكم ما لقينا إجابة، بنديكم خيارات. نبدأ بأخواتنا ديل نتعرف عليك، منو؟ مودة محمد مصطفى. مودة مرحب بك. عارفة وده منو الطيار ده؟ لا. نتعرف عليك. وصال مختار. منو؟ وصال مختار. وصال مرحب بك. عارفة ومنو الطيار ده؟ لا لا ما تمشوا للخيارات، جايك ونتعرف عليك. ندى عوض. منو؟ ندى عوض. ندى. الطيار ده من أول طيار سوداني كان من هذه المنطقة 1945، ده منو؟ عايد الروس يمكن. ها؟ عايد الروس. عايد؟ الروس. ناخذ إجابة نتعرف عليك. إسلام خليفة محمد. اسلام خليفه. اسلام مرحب بك. من الشريك هنا؟ اي من الشريك. طيب عارف الطيار ده منو؟ نرجى الخيارات. نرجى الخيارات. نتعرف عليك استاذ. الشيف محمد علي مبشر الوحده الاداريه الشريك. مرحب بك. الطيار ده من اول طيار سودان؟ والله على ما اعتقد رحم الطيار. رحم الطيار. ناخذ اجابه نتعرف عليك. عفاف محمد احمد. مرحب بك. من الشريك هنا؟ من الشريك. عارفه ومنو الطيار ده؟ نرجى الخيارات. نتعرف عليك. حسن جامع علي. حسن مرحب بك. من الشريك؟ لا لا من شمال كردفان محلية بارة. محلية بارة. ضيفني. عارف أول طيار من المنطقة دي سوداني 1945 كان منه؟ لا لا نرجع الخيارات. نرجع الخيارات. نتعرف عليك. علي الصادق محجوب. مرحب بك. الشريك هنا الوحدة الإدارية. سعيدين نكون في زيارة لكم، وكتر خيركم ما قصرتوا والله، وشكرا على الحفاة وحسن الاستقبال. عارف أول طيار سوداني من المنطقة دي منه؟ ما أعرف والله. خيارات. خيارات. نتعرف عليك منه؟ زيك حسن محمد أحمد. من الشريك. من الشريك. جاتو حي والله. من الجزيرة. برا حليفة. برا حليفة بس هاي. من وين؟ من نرتل، لكن منو بس ما متذكر والله. ما متذكر. تعرف عليه. علي محمد نعيم محمد. مرحب بك. من الشريك. من الشريك الوحدة الإدارية. الطيار ده منو؟ الطيار طه من أبو حمد. طه من أبو حمد. تعرف عليه. جحفر أحمد الخليفة بدوي شريك الزومة. الزومة. الطيار ده منو؟ خيارات إن شاء الله. خيارات. تعرف عليك. عوض العميري. مرحب بك. من وين؟ من بسوي. الطيار أول طيار سوداني من المنطقة دي 1945 منو؟ طه حسين بابكر. طه حسين بابكر. نتعرف عليك. محمد البشر عثمان. محمد عارف الطيار ده منو؟ برجع الخيارات. سؤالنا يا إخوانا في المحطة دي عن أول طيار سوداني 1945 من هذه المنطقة، وقلنا هو منو؟ التاريخ قديم جدا والناس ما مترددة، وأسماء قالوها كلها طلعت ما صحيحة. أنا بدي ثلاثة خيارات لأول ثلاثة
اشخاص جاوبوا معانا يختاروا فينا الاولى. انت حتختاري 3 بـ2 1 لك الخيار كامل، وانت حيجوك 2 حتختاري منهم واحد، وانت بيجيك واحد اجبار يعني اخر واحد حيكون حقك، ما عندك خيار انت، لكن حتكوني معاون الثلاثه. طيب اسم الطيار ده هو واحد من الثلاثه اسامي ديل، بابكر بدري، حسين بدري، موسى بدري. بابكر بدري. بابكر بدري. عندك حسين بدري وموسى بدري، تختاري منهم واحد. حسين. حسين بدري، وانت طبعا ده خيار اجباري، يجيك موسى بدري. يا اخواننا اول طيار من هذه المنطقه 1945 هو موسى بدري. صفقه حاره لها يا اخوانا، صفق لها. مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه شروق نمشي العربي نسال الجائزه. تعال اول طيار سوداني من هذه المنطقه 1945 هو الكابتن موسى بدري. واخوتنا ندى هي الفائزه معانا في المحطه دي. ندى يا اخوانا فازت بخلاطه مقدمه من قناه شروق، نحييها تحيه كبير. اي والله مبروك نمشي العربي يا اخوانا. شكرا لأرض الشريق المعطاء التي أسرت الساحة السودانية بالعديد من المبدعين في كافة المجالات، في مجال الرياضة الكابتن مصطفى سند، كابتن الفاتح النقر، كابتن مصطفى النقر، في مجال الشعر الأستاذ محمد يوسف موسى، في مجال الطيران الكابتن موسى بدري، في مجال الدراما الأستاذ عوض صديق، وعديد من المبدعين. والآن في هذه الحلقة بيتا والطفلة المبدعة شهد. حتى الحلقة جابت لكم في أمان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في أمان الله.